عفوا، يعني انت بتعرفيني شيء؟ ايه طبعا بعرفك. وانت رضوان؟ ايه انا رضوان. ليش مين انتي؟ انا طالعه من ديلاندكون. ايه تذكرتك، انتوا اللي ساكنين بهاي الحاره الشعبيه؟ ايوه هاي هي. احنا طلعنا منها من زمان وبابا اشترى لنا فيلا على البحر. ليش انتوا هلا ساكنين بهاي الحاره نفسها؟ ايه والله الحمد لله. طيب شو عم تعملي هون؟ كنا بنسلخل انا واخي، وبعد اللي هني كان بيشتري الخضار، وانا سبعت رايحة على البيت. ليش انتوا بتشتروا الخضره من هون من الشوارع؟ ايه طبعا. لك من ولا التليون؟ ايه نحن ما بنشتري اغراضنا غير من المولات ومن افخم الماركات الحديثه والفخمه. طب انت شو عم تعمل هون؟ عم بستنى بابا جاي ياخذني بالسياره الحديثه تبعيتنا، لانه كان مسافر عنده صفقه تجاريه برات البلد. ايه صح، نحن ما عندنا لا مصاري ولا فيلا ولا سياره، بس عندنا احتلالنا ومحبه النا. رضوان اهلا عمو. ليش وين بابا؟ خلينا نمشي هلا وبعدين بحكي لك. انا عم بنتظرك بالسياره. شايفه بابا ما حسن يجي ياخذني، بعت لي شوفير ياخذني. يلا باي. لحظه، لا تتكبل. الله اكبر. لا تتكبل. الله اكبر. لا تتكبل. الله اكبر. وذكر في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فلتا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك حلي عني. وين بابا؟ ليش ما اجل؟ شوفي عمو، وين بابا؟ هو جاي على الطريق، عمل حادث وتوفى. شو؟ شو؟ شو؟